المفروض ان اي خلية في الجسم بتتكون من 46 كروموزوم، في منهم 44 كروموزوم عاديين وفي كروموزومات جنسية اللي هو بنسميه الكروموزوم اكس والكروموزوم واي. الحيوان المنوي والبويضة او بنسميهم الجاميت، الجاميت دوت بيبقى العدد مختزل فيه شوية، يعني بيبقى النص تقريبا. فيبقى الحيوان المنوي واخد 23 كروموزوم والبويضة واخدة 23 كروموزوم، بحيث ان هم لما يلتقوا ببعض يبقوا يكملوا الخلية الكاملة وهي 46 كروموزوم. البويضة ما بتختلفش، البويضة كل البويضات بيبقى فيها الكروموزوم اكس ده موجود داخلها، ما بتتغيرش. الحيوان المنوي مختلف، نص الحيوانات المنوية بتحمل كروموزوم اكس والنص التاني بتحمل كروموزوم واي، نسميها الحيوانات المنوية الذكرية والحيوانات المنوية الأنثوية. لأن الكروموزوم اكس الحيوان المنوي اللي بيحمل كروموزوم اكس لو قابل البويضة هيبقى اكس اكس فهيبقى الجنين أنثى، الحيوان المنوي اللي بيحمل كروموزوم واي لو قابل البويضة هيبقى الجنين اكس واي وهيبقى الجنين ذكر. ففي بعض خصائص موجودة للحيوان المنوي يمكن هي اللي عليها الشغل كله في يمكن الحاجات اللي بتتعمل خاصة بالأكل أو الخاصة بوقت الجماع أو الخاصة بالفصل أو الخاصة حتى الحاجات العلمية الحديثة. المفاهيم دي أو الخصائص اللي موجودة في الحيوان المنوي الذكري دي بتميزه عن الحيوان المنوي الأنثوي، بيبقى أسرع شوية. يعني الحيوان المنوي الذكري بيبقى أسرع من الحيوان المنوي الأنثوي، سريع لكنه عمره قصير، يعني يقعد ممكن 24 ساعة بس وخلاص ويخلص، ويوصل البويضة أسرع من الحيوانات المنوية الأنثوية. الحيوانات المنوية الأنثوية لا بطيئة شوية لأنها أثقل، يعني نتيجة تغيير المادة الوراثية فيها عن الحيوان المنوي الذكري بتبقى بطيئة لكنها بتقعد فترة أطول، ممكن تصل إلى 72 ساعة. فبيبقى الحيوانات المنوية دي بتختلف في خصائصها، هذا الاختلاف ممكن يؤدي إلى ان احنا نعلي حيوان منوي عن الاخر فيبقى الجنين ذكر او انثى حسب الحيوان المنوي اللي احنا ساعدناه ان يوصل للبويضة. بالاضافة لان الحيوانات المنوية الذكرية بتسرعها قوي والوسط القلوي بيساعدها على ان هي تبقى اسرع وانها توصل البويضة بشكل اسرع، فده برضو بيساعد على ان الجنين يبقى ذكر لو الوسط اللي هو موجود فيه وسط قلب.